السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس كي جي 2 ترم 2 او الترم الثاني، والنهاردة معانا يونت 7 او الوحدة السابعة Let's make music. Let's يعني دعنا، make music نعمل موسيقى، تعالى نلعب موسيقى، نعمل موسيقى. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بيزي بي يا اصحابي بتقول لنا listen and find. listen يعني استمع اسمع، and find and find واوجد. فطبعا يا اصحابي احنا في اليونت دي بنتعلم ازاي الالات الموسيقية المختلفة كل آلة منهم بيبقى ليها صوت مميز، وهنعرف في الصفحات الجاية صوت كل آلة من الالات الموسيقية المختلفة. خلينا نشوف مع بعض في بيج 41. هنا اصحابي بيزي بي بتقول لنا listen استمع، look and say، look انظر and say وقل. وهنا مدينا اسماء الالات الموسيقية المختلفة، مدينا 8 instruments او 8 الات موسيقية مختلفة. طبعا اي الة موسيقية، لو عايزين نقول الة موسيقية ممكن نقول instrument او الة موسيقية، بس طبعا كل الة بيبقى ليها الاسم بتاعها، هنعرف ده دلوقتي. فاول حاجة مدينا اود، اود اود اللي هو العود، اللي هو number 7 هو ده العود، والصوت بتاعه يا أصحابي هو ده. طبعا هو صوته جميل وهو ده صوت العود. فطبعا لما أقول لك على آلة العود أو أود أو يو دي هتعرف إن أنا بتكلم عن الآلة دي، واحنا سمعنا صوتها من شوية. تاني حاجة مكتوبة هنا جيتار، جيتار جيتار. طبعا آلة الجيتار كلنا عارفينها، يا ترى عارفين شكلها ولا لأ؟ شاطرين. هي نمبر 3، نمبر 3 او رقم 3، وطبعا هو ده صوتها. طبعا هي دي آلة الجيتار، وطبعا زي ما قلنا هنكتب هنا نمبر 3. أكورديون، 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 آلة الأكورديون. طبعا آلة الأكورديون هي نمبر 8، هو ده شكلها أكورديون وهو ده صوتها. يبقى هنكتب هنا نمبر 8 واحنا عرفنا الاكورديون وعرفنا صوته. بعد كده ترامبت، ترامبت، ترامبت يعني بوق، ترامبت، ترامبت يعني بوق. طبعا البوق اللي هو الآلة النحاسية الكبيرة دي، وهو ده الترامبت اللي هو نمبر 2، فهنكتب هنا 2 وهو ده صوت الترامبت. صوته مميز فعلا. بعد كده درام، درام يعني طبلة، درام. وطبعا درام هنا هي نمبر 6، هي دي الدرام، وطبعا صوت الدرام هو ده. صوتها مميز جدا. بعد كده فلوت، فلوت، فلوت يعني مزمار، والفلوت هنا نمبر 5، فلوت يعني مزمار، وهو ده الفلوت زي ما احنا شايفين قدامنا، وده صوت الفلوت.
صوته جميل قوي. بعد كده بيانو بيانو بيانو، طبعا يعني بيانو بيانو، وهو هنا نمبر 4، هو ده البيانو، فطبعا هو ده البيانو وهو ده صوته. طبعا صوته جميل قوي. واخر حاجة الفايولين، الفايولين يعني الكمانجا. طبعا الفايولين او الكمانجا هو كاتب هنا نمبر 1 او رقم 1، وهي دي الفايولين او هي دي الكمانجا، وصوتها هو ده. طبعا صوتها جميل قوي. وبكده نكون عرفنا الآلات الموسيقية المختلفة. وبيزي بي كمان كانت طالبة مننا ان احنا نعمل write the numbers، write the numbers، اكتب الارقام، واحنا فعلا كتبناها وسمعنا الاصوات الجميلة بتاعت كل آلة موسيقية من الآلات دي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 42 او صفحة 42. وبيقول لنا هنا هاي، هاي يعني عالي، اي حاجة عالية حتى لو كانت صوت عالي بنقول عليها هاي. اور او، اور يعني او، لو، لو يعني منخفض، صوت واطي، صوت منخفض، لو يعني واطي يعني منخفض، ساوند، ساوند يعني صوت. يبقى هاي اور لو ساوند يعني صوت عالي او منخفض، high or low sound. وبيزي بي بتقول لنا هنا أصحابي listen، استمع، look، انظر، and say، and say وقل. listen، look، and say، اسمع وانظر وقول. فهنا في البيكتشر نمبر 1 أو في الصورة رقم 1 في هنا صديقتنا وهي بتعزف الجيتار، فمكتوب تحت الصورة I can، I can يعني أنا أستطيع، play، أن ألعب، the guitar، the guitar آلة الجيتار، I can play the guitar. The guitar makes a low sound. The guitar آلة الجيتار makes بتصنع بتعمل a low sound، a low sound صوت منخفض. I can play the guitar. The guitar makes a low sound. أما في picture number 2 أو الصورة رقم 2 فيها صديقنا ده وهو بيلعب لعبة الدرام، الدرام وبيبقى فيها كذا طبلة، الدرام يعني طبلة زي ما عرفنا من شوية. فهو بيقول هنا I can، أنا أستطيع، play، play يعني ألعب، the drum، the drum يعني الطبلة. The drum makes a low sound. The drum، الطبل، الطبلة يعني، makes بتصنع a low sound، صوت منخفض. يبقى I can play the drum. The drum makes a low sound. طب في البيكيتشر نمبر 3 هنا صديقتنا بتلعب لعبة الفلوت، بتعزف على آلة الفلوت، الفلوت أو اللي هي آلة الناي أو المزمار، فلوت يعني ناي أو يعني مزمار. فهنا مكتوب تحت الصورة I can play the flute. I can play the flute يعني أنا أستطيع أن ألعب على الناي أو على المزمار. The flute makes a high sound. The flute makes a high sound يعني الفلوت أو المزمار بيعمل صوت عالي. يبقى مرة تانية I can play the flute. The flute makes a high sound. وفي picture number 4 أو في الصورة رقم 4 صديقتنا بتلعب على الفايولين، الفايولين أو الكمانجا أو الكمانجا. فهنا مكتوب تحت الصورة I can play the violin. I can play the violin يعني أنا أستطيع أن ألعب على الكمانجا. The violin makes a high sound. The violin،
الكمانجا makes a high sound، بتعمل صوت عالي. يبقى مرة تانية I can play the violin، the violin makes a high sound. ونوصل لpage 43 أو صفحة 43 وعنوانها listen استمع look انظر and circle and circle وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. فأول حاجة ندينا صورة البيرد أو الطائر ده. طبعا احنا عارفين الطيور والعصافير بتعمل صوت كده صوت الزقزقة، فمكتوب هنا a bird الطائر makes بيعمل a high ولا a low sound. الطيور بتعمل صوت عالي ولا صوت منخفض يا أصحابي؟ شاطرين كلكم بيعملوا صوت low، فنعمل هنا circle حوالين كلمة low. يبقى bird makes a low sound، بيعمل صوت منخفض. طب الكاو أو البقرة الجميلة دي مكتوب تحت منها a cow makes a high ولا a low sound. الكاو بتعمل صوت high ولا صوت low. طبعا الكاو صوتها مش عالي قوي، فبرضو بتعمل low sound أو صوت منخفض. فنعمل هنا circle حوالين كلمة low أو منخفض. صديقنا ده ماسك وسل، وسل اللي هي الصفارة بتاعت الحكم، الصفارة اللي بيصفر فيها الحكم دي، وهي صوتها عالي جدا. فبيقول لنا هنا a whistle، a whistle أو الصفارة makes بتصنع a high ولا a low sound. شاطرين كلكم a high sound صوت عالي، لأن هي صوتها عالي فعلا. يبقى a whistle الصفارة makes بتصنع a high sound، a high sound أو صوت عالي. طب number 4 فيها الهورن، الهورن أو البوق. الكلاكس بتاع العربية ده يا أصحابي اسمه هورن، هورن يعني بوق. البوق ده اللي هو نوع من أنواع الصفارات برضو اللي صوتها عالي قوي. فهنا بيقول لنا a horn أو البوق makes بيصنع a high ولا a low sound، بيعمل صوت عالي ولا صوت منخفض يا أصحابي؟ شاطرين هاي، فهنعمل circle حوالين كلمة هاي. يبقى a horn makes a high sound، البوق بيعمل صوت عالي. طب في البيكتشر اللي بعد كده فيها صديقنا هنا بيعطس، يعطس يعني سنيز. واحد لما بيعطس ويعطس كده ده اسمه سنيز، سنيز يعني يعطس. فهنا بيقول لنا a sneeze العطس makes بيصنع a high ولا low sound، صوت عالي ولا صوت منخفض. طبعا هو ما بيعملش صوت عالي قوي، مش زي الهورن مثلا ومش زي الوسل، فهو بيعمل صوت low. فهنعمل circle حوالين low، فهنقول a sneeze makes a low sound. السنيز أو العطس makes بيعمل a low sound أو صوت منخفض. وآخر حاجة بيقول لنا عن السفينة دي، وسفينة يعني ship، ship يعني سفينة. بيقول لنا a ship السفينة makes بتعمل a high ولا a low sound. طبعا احنا عارفين صوت السفن صوتها عالي جدا، بيعمل صوت عالي جدا. حتى الناس اللي ساكنين في أماكن ساحلية فيها بحر وسفن يعني بيسمعوا أصوات السفن صوتها عالي جدا في البحر. فالشيب صوتها عالي، فهنا المفروض هنحط سيركل حوالين هاي وهنقول a ship makes a high sound، يبقى السفينة بتعمل صوت عالي. a ship makes a high sound، السفينة بتعمل صوت عالي. ونوصل لبيج 44 أو صفحة 44 وفيها tall and short. tall tall يعني طويل، وشورت short يعني قصير. هنا يا أصحابي بنتعلم الفرق بين طول أو طويل وشورت short أو قصير. وطبعا مدينا هنا صورة لبنوتة جميلة قصيرة أو ولد جميل قصير، مكتوب تحت منه short قصير القامة، وولد تاني أو بنوتة تانية طويلة ومكتوب تحت منها طول طول يعني طويل. ومدينا هنا صورة جرف، جرف المفروض هنكتب تحت منها طول ولا شورت يا أصحابي؟ شاطرين هنكتب هنا طول تحت منها،
ومدينا مونكي صغير كده، المفروض هنكتب تحت منه طول ولا شورت يا اصحابي؟ شاطرين، هنكتب تحت منه شورت. ومدينا الولد الكبير ده، المفروض هنكتب تحت منه طول ولا نكتب تحت منه شورت يا اصحابي؟ شاطرين، هنكتب تحت منه طول. ومدينا البنوتة الصغيرة دي، المفروض هنكتب تحت منها طول ولا هنكتب تحت منها شورت يا اصحابي؟ شاطرين، هنكتب تحت منها شورت. وبكده نكون انهينا الصفحة دي وانهينا معاها درس النهاردة. كان درس جميل، اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.